توديعكم. ستة ونص مخير لبيع يشتري. ما قلت لك سبعة. ما شاء الله. ستة ونص ما كانش مكانش خير رجعنا نتريقوا عيسان. بس ما تتمكش. هذو ما تعرف مكلمك. كلمني. امس قلت له 7000 عيسان. ايش قلت لك اني سبعة ولا؟ امس قلت له 7000. قلت له مبروك عليك. الله يربح الله يربح. دقلة النور دي. دقلة مش نور برضه. ما شاء الله. زيد بن علي. تبارك الله. تصور بالله هو معي راهو ضايل. ما شاء الله. اسمع حتى الخير منك معناته. ما شاء الله. ربي يبارك. دقلة النور. دقلة النور. هذه ده الدور معناته. سوق جمنا تاع الدقلة ما شاء الله سوق كبير. سوق كبير أكبر سوق في الفزاوة. أكبر سوق في الفزاوة ويستقطب الناس كل معناتها تونس كل الولايات كل تجي. سافا ماشي خدمة باهية. الأسوان تو كيفاش تصير بالدلالة ولا كيفاش؟ بالدلالة بالدلالة عرض وطلب. تجي تاجر يعطي وتطلع أنت والعرض. عرض وطلب. الأيامات هذيا والسوق هذايا شنو هو؟ معناها من وين؟ الأسوان ما سواء ما انت وانت والكاريتين وزي هذه مثلا 6.5 7 هذه الباهية طبعا هذه الباهية وثم الكاريتين الاخرى 15% دينار والفراء كان دينار 12% هذا سوق كبير واحسن سوق في كامل الجمهورية كيف فيها الدقلة هذه ما شاء الله هذا يتكلف خدمة تهنية على الاقل ب 4500 5000 بالله 7 كيلو هذول 8 كيلو يتكلفوا ب 7000 8000 هني لا ب 5000 من 4000 ل 5000 قدم تم وصول لهني ايوه هذا تواكا وقت اللي تشوفوه ويجيبوه ريت شفت هالدقله هذه ما شاء الله ما شاء الله هذه تنباع ب 7000 و7.5 تو حاليا هذه بالجمله ولا بالكيلو؟ بالجمله بالجمله اها والبقيه الباقيه هذيك هاي هذه دينار أنواع معنا هذه توا هذه دينار 15% به وصلت هكا يقول لي ثم مشكل معناها كي وصلت مشكل كبير ياسر ولات شايحة ويابسة كيكا مناش شايحة متقص تقص تخون وزيد الغبرة للسنين العنكبوتة من مطر مهماش وممكن الغبر كلها قهوية الغبر بنية ممكن من معمل نتاع جابس والله الله أعلم مادتين ثم بخارق قريبة تلك قبل ما عندنا هذه باهية تعتبر هذه باهية فيها البخارة باهية فيها البخارة الغبر ايش ها ها شوف شوف ريت هذه كيفاش منظرها اها هذه كما عاملينها للماتورات وننفخوا فيها تو ننفخوا فيها وننفخوا فيها ما هم حتى شيء وشيء. هذه من البخاره تاع جابس. من البخاره بنيه تاع جابس. الغبر تحسها وان مدي تاكنها قهوه. بدها ورطبه. علاش احنا الرمل نتاعنا اصفر ونظيف. ايوه. اذا كان طبيعي تلقاها بيضاء ما تلقاهاش بنيه. ايوه. وزيد عندنا البيوض يشتروا العنكبوته هذه. هي عليها بالنسبة لنا احنا هذاك مورد رزقنا نتاع قبلي هذاك مورد الرزق نتاع قبلي وكامل جمهورية مش قبلي كامل جمهورية من كامل جمهورية التجار هني موجودة تو من تطوية حتى الغرديمة حتى العند راه للنبذة وين تحب مازال يا ربي سهل ربي سهل القسم مازالك نطلب الحاكم باش يعاوننا بالدواء على الاقل الدواء باش الناس تعبت فما جور يصير مهما حتى شيء يابس تمر يابس ايش هذا اللي نحكوا عليه؟ نحكوا عليه في الغبره بتاع البخاره تعال شوف تمر شفتها تقدر شفتها يابسه هذه ايوه هذه ضربتها عنكبوته وشايحه ما فما حتى شيء ويابس مسخانه وقله تلميذ والحاكم العنكبوته هذه شنو هي بالضبط؟ حشره يا اخوي حشر حشره ولازمها تداوى تويكا قانونية لازمها تداوى تو كل واحد وش يسمي واحد عنكبوتة واحد سدية واحد بيوضي كل واحد يعمل المهم لازمها دواء المهم لازمها دواء تو مبيولية ما فيها حتى حساب هذا
وشكون قاعد يسمع فيكم تو؟ ما يسمع فينا حد. مريناش وزارة الفلاحة، السلطة الجهوية، البير عندها نتاع نتاع الاعتلال هذا توك ما يمشيش خلاص. المي يجيه بعد 3 شهور 3 شهور ونص غابة، كيفاش باش تقاوم الغلة نتاع؟ أيوا القص الماء شح الماء. القص الماء شاح. ولا مالح ها؟ مالح. طيب الملوحية ما تحكيش عليها، الملوحية مالح. أي نمشي نوريك مالي. خلينا نشوف مع سعيد مبارك. دقلة خيرات السنة صابة تتسمى خير من عمناون، لكن ثم ذرت شوية ذولي بالجفاف والعنكبوت هذية، وانتم كفلاحة ما نعرفش شكون واقف معاكم وشكون يدعم فيكم ولا ما ثماش دعم. والله واقفين على مرواحنا، واقف عمان ربي، لم دعمنا حتى شيء. الفلاحة هذية الساعة ياكلوا فيها حرام محرم، ما يديروا في حتى شيء. ولا عمري تو عمري 70 عام ولا عمري نهار لقيت مجموعة من جماعة الفلاحة يدوروا تحليل تربة، تحليل الآفات، تحليل المياه، ما ثم حد شيء، كله كذب في كذب. الناس كل تاكل في الفلوس وان شاء الله تاخر. كما مش علينا ربي هني ولاية قبل هذه برطرف تما، قسم بالله انا مجوع، تمشي تهج الناس من هنا. انتم صارفين دواء وماء وخدامه؟ صارفين النخله اقل حاجه النخله تتكلف ب 150 دينار في العام النخله الواحده. واذا كان يربي في نخل صغير هذاك كليك زيد على النخلة الأخرى تبدأ تكلف 200 دينار وما تنتجش. وما تنتجش، استنى 10 سنين باش تنتج. لا لا الناس تعبة هنا، إنما اللي قلت لك المشكلة في الفلاحة. أنا عندي دار في الاعتلال، بلاصة الاعتلال عايشين فيها أكثر من 300 ترب، أكثر من 300 عائلة عايشين منه. الحاكم يجي يطلع فيها في عيون، هما خلوهم سكة ويمشي أرواح. تصور أنت جايبين بلانكو باش ينحوا بيه، باش يصلحوا بيه. عندك قداش عام ما صلحوا راسك، بدوا راسك كابل، تقطع الكابل تحت الدنيا كلها. زيد يمشي يصلحوا هذيك ويمشي الاخرى، زيد طيحوا فيها ترنبخ، يقول متعمدين معناها. عين مطلعها الحاكم 150 مليون ولا 200 مليون من مارس، وخليها تحت الارض راهي خر الحل، حلوها للفلاحه ولا عندنا خلوها يسكوا بها. وش الدور من شهرين باش يجي لي النخل، برا شوفها كلها عنكبوت. انا السنين الكثار نتاعي بالورق وبالوثائق خاصة عليه 23 مليون. مثل عين واحد يبير واحد وعملت لها كل شيء. من الناس كل ما تخدمش وما تغبرش وما تدويش، وما خاطر مشاو يسلموا الفلاح ما نعطيش. حتى ندو هجمه تاع العنكبوت ما صورت من حد فيها، انا محطوط ثم. لكن تو نمشي نزلك وكره باش تصور ثم محطوط برشا خساير. شفت برشا تقلب طات في عراجينها مشكله. قلت لك في النطاح هبطناها نلقوا عنكبوت الكل، ما لقيناش حتى كعب من حتى من خاص عليك 23 مليون. عملت لها بير خاصه، عملت لها موتور خاص، وذكرتها وغلفتها وجربتها، عملت لها الدنيا كلها. على اساس تشوف التم صل العنكبوت كله. علاش؟ على جيران كل البط الباندا كل مسلم روحوا الناس 100 من شهرين، ويقول لك ادفع لي 800000 تسقي 4 دوار في العام، 4 دوار في العام من نخله، والمي موجود. هم العين كما قلت لك مرها من مارس خار ومسكر، صار عليه الحكم شو قداش من مليون. والابيار اللي قدام يجي يصلحها يطيح لك فيها شعب، يطيح لك فيها الترمبه كل بشعب. يا مش يقص يقول لك انا شفت اني عملت مره هذيك نستحفظ مره ثانيه، يمشي العين اخرى منا يقول الخراط زيد يعني يطيح فيها له. ثم مشكل ماء لهنا معناها، ثم مشكل نتاع الماء. الماء في الاعتلال بعالي هو الواقع صحيح، هي تنفعها كان الماء السخون نقولوا احنا، لكن ما دام فما ماء موجود ثماك اصرف لي بهذاك انت خدم لي بهذاك، اعطيني هذاك على الاقل ما تجي شهر 20 يوم 25 يوم 25 يوم مش شهرين. شهرين تقول لي ادفع 800000 200 واش دو توصلني العام الرابع. الرابع 300 عائله ولا اكثر من 300 عائله ما دخلوا حتى فرنك، كانوا عايشين من الشباب معمول من 87 الهنسي. بلا بدي ينتج شوي طاح الميم شي راح سلمت الناس كل سلم. ثم حل اللي قلت لك الميم بالعيون موجوده، والمندوبيه ما تجيبش خدمتها ما يخدموش، ما يجوش يخرجوا الميم، يجي يخرجوا الميم يزيدوا يهكوها يزيدوا يطيحوا ترمبه في العين، يطل طيح هذيك ويزيد يطيح الاخر. من ولد متعمد حسب رايي، حسب مخي هني متعمد لك استهتر فهمتني، وزيد الخسائر اللي تخسرها وتجيب الاخر ما تلقى حتى مليم. يجوا هني يهزوا بالتمر تو هذوما جماعه الساحل والوسط يهزوا 1500 دينار يمشوا ببيع 11000 والدوله تفرق. كيفاش يهز هني تعب عليه العام كله وندفع عليه في الملايين وزيد الاخر يهزها ب 1500؟ يقول لك العرض والطلب على العرض والطلب تكسر لي الحيه، يقول لي انا ايديا مكسرين تزيد تكسرها. تو التجار الكبار هذوما نقول احنا تجيب، كانوا قبل اذا عاملين دوله تخرج قانون تقول هذا يراب كذا كذا ب 3000 وهذا ب 4000 كذا يعملوا تو تجيب لك كهرباء تجيب لك عبيه بالتمر يحصل لك يقول لك هذا ناخذ دوزيام. هو مش دوزيام راه هو بريمير
من يستغل في الوضع نتاعك انت يستغل في فقرك انت باش ياخذ منك على الدزيه 15%. يهز لفرنسا يبيعها ب 12000 ب 12000 في الكيلو يحسبهم 3000 ب 3000 يجوا تصدير فهمت كيف علاش استغلال هيك عليك بشرا رانا مسلمين تمشي حتى الحاكم قاعد يعطيني قرض باش الولد يخليه مسلم اني نعطيه الولد يخدم فيه ويستغل فلاح يقول لك لا قبل لي منطقه حمراء مش عارف منها منطقه حمراء فهمت قبل لي منطقه حمراء فهمت ما دخلت مخي كيف هاني نبدا نسلم خلي الشباب يزود يخدم اعطيه خروج خليه يقول لك لا منطقه حمراء ليه هيك بشرا تواسر تخديمة حتى في جزء من ضيعة جمنة ذي النخيل الفتي الصغير اللي زرعتوه قاعدين محدث نشوفه في دقلة في عراجينها ما زالت يعني العراجين موجودة في رأس أمها. السنة عام صعب بالنسبة للنخيل بعد عام الكورونا جات عام العنكبوتة هكا ولا الفلاح واجه برشا صعوبات وانتوما كجمعية واحد جنبة زادة واجهتوا صعوبات ما زلنا نشوفوا دقلة مازالت في عراجينها ويفترض انها توا راهي متسوقة وراهي معناها تقصت وهذا ربما أثر عليها شوي. هي ظهور الآفة هذه نمشي وحكينا هذاك ظهور الآفة هذه ماهيش كان من السنة يعني مش من العام هذا تقريبا لنا 3 سنوات وانا عانى فيها هذا العام الثالث من عام من ظهور الكورونا تزامن مع ظهور آفة العنكبوتة في الشيء لكن تطورت خلال العامين التاليات المتالية هذوما تطورت بشكل غريب ياسر لدرجة عملت مفعول كبير ياسر السنين الفلاح معناها ما عادش قادر باش يداوي تكلفة الدواء تكلفة كبيرة ياسر تكلفة معناها نقولوا احنا الماكينات اللي باش يداوي بها معناها مكلفة ياسر بالتالي أثرت بشكل كبير ياسر حتى على الانتاج ضربت على الأقل تقريبا كما نقول 70% فما 60% مضروبة من الصب هذا نتيجة زادة جتنا رياح خلال الموسمية هذه رياح موسمية في فصل الربيع جتنا رياح كبيرة ياسر معنا أثرت لنا حتى على حكينا أنه النخلة في الجنوب هي رمز الحياة ما هيش مجرد نبتة ترتبط بها برشة تفاصيل أخرى من حياة الناس كيفاش تتعاملوا مع النخلة وهل هو تعامل فردي وإلا تعامل مجموعة سواء كتجربتكم أنتم كجمعية وإلا هناك رعاية من الدولة والله من ناحية التعامل معها كان من تقريبا من قديم الزمان تقريبا 75 ولا 76 كانت عندنا الغابات اللي هي محفظتها الدولة كانت واحة مقسمة ازاي معناها غالبا ما تلقى فيها معناها اللي المواطن يتمتع بحكاية 25 دقلاية ما اكثرش 30 معناها هذيك ابار احدثها معناها نقول احنا احدثها الدول بعد منذ التسعينات تقريبا اخر الثمانينات خرجت الناس ابار معناها فردية بمبادرات فردية ودارت اراضي بدأت معاملة على نفسها بالنسبة للدولة هذه ما نتذكرش أنها هي تدخلت بشكل كبير ياسر القطاع الفلاحي ولا دعمت معنى القطاع الفلاحي ما يكاد يكون ما غايبة تماما لأن كما قلت لك احني تو فترة 3 سنوات وهنا نعانوا في الآفة هذه الدولة ما وفرت لناش الدواء تعطينا فاكة البخارة ذيك يجيبوا فيها من المنجم ولا مش عارف من الشركة متاع هذه شركة كيميائية شركة كيميائية معناها فضلات نتاع بحارة يجيبولنا فيها ورغم ذلك يبيعولنا فيها يقولوا هم يبيعوا فيها بسوم رمزي لكن الفلاح ياخذها على الأقل معناها كيلو على الأقل 600 دينار معناها يتكلف على الأقل 10 كيلو حتى 10000 ولا أكثر من 10000 فهمني ويقول لك مدعوم من الدولة احنا ما لنا حتى دعم من الدولة بالنسبة للجمعية جمعية الواحات عملت النموذج هذا في أن هي تواجه معنى المشاكل متاعها وتواجه معنى مقاومة هذه العنكبوت وثم نقص المياه ومد القنوات وكل شيء قاعدين وغير تدخل حاكم لا يعطونا في منحة لا يعطونا في دعم ولا يعطونا في حد شيء لأن كل جهود معنى ذاتية كان من الفلاح ولا من الجمعية كيف
نفس الشيء. يعني النخلة تواجه في مصيرها قدام أكثر من آفة، الجفاف اللي في العطش والحشرات هذه. تدخل وزارة الفلاحة، والله وزارة الفلاحة غايبة تماماً. لأن المفروض هي طبعا ما عندك أنت خلايا متاع خلايا إرشاد وخلايا متاع نقولوا إحنا باش تدعم الفلاح في أن ترشده وتعاوننا في كيفية الدواء وكيفية الواحد. هذه ما عندناش نسمع بها، هذه خلايا الإرشاد من السابق ما عندنا حتى ما يجو، يما يجو في غياب الفلاح يعمل دوره هم في الأناشير ويعمل تقاريرهم ويعد دور الدول، وإلا ما يجوناش خلاص عمره كان ما كان موقع ثم نقابة. هل مزارع نخل تعتبره دولة وزارة الفلاح فلاح الساعة ولا؟ لا لا ما تعتبرش فلاح، بالعكس احنا لأن الفلاحة من العادة نسمعوا بيها احنا الفلاحة في الشمال قاعدين يتمتعوا بقروض على الأقل، يمشي للبنكة كي يطلب قرض يعطيه قرض. احنا بالنسبة للصغار الفلاحين الموجودين ما حرومين من القروض، حتى تطلب دعم من الدولة تمشي تقول لك غابتك أنت موجود في قبلي الماكس تعطيك معناها زوز ملايين قرض موسى، زوز ملايين ايش تعمل لك القرض موسى؟ جاب جزء اي كل قصة مجز اربع اكترات كي تمشي للبنك انت يقول لك انا ما نعتبركش فلاح، برك لي ارض اكل ارض واعمل واحد، وفي الحاله هذيك تبدا مستثمر انت فلاح ماكش فلاح، دخلت في التجاره، اذا ينطبق عليك القانون التجاري ماش قانون فلاح. ما حتى باش تعمل نقولوا احنا مخزن تبريد باش تتمتع به لانت مع الغابتك ولا كذا تلقاه التكلفه نتاعها على الاقل 31 مليون.